مركز إتقان في مدينة دالاس. يعلموهم ما يتطلبه هذا العصر. All of it is done by us as high schoolers, so the design and the programming, we do it all together. مفيش حد بيشتغل في إتقان عشان ياخد فلوس، احنا كلنا بنشتغل في إتقان لوجه الله سبحانه وتعالى. وعشان أولادنا. Exactly. إن احنا حتى نشارك التجربة بتاعتنا مع غير المسلمين في المدارس العامة بحيث إن احنا نرفعهم لمستوى. وأنت ما عندك مشكلة تشارك المعلومة مع كل الناس؟ لا طبعاً. ده واحد من أفضل 20 روبوت على مستوى العالم حاليا. على مستوى العالم. بيبقى عامل زي عربية تسلا صغيرة. أوكي. نيت مسلمين يقدروا يعملوا. لأنه نحن عندنا خبرات رهيبة جدا في أمريكا. احنا يعني في الجامعة ما بندرس أشياء زي هيك. إن إتقان واقفة على ثغر، أنا معرفش مؤسسة إسلامية واقفة على الثغر ده بالمنظر اللي إتقان عاملها. لأنه الأمم بترتقي بالعلم وبالتكنولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ويا سهلا ويا مرحبا. كيف شو أخبارك؟ الحمد لله. أنا لازم لما إجي على دارس إجي على إتقان. عمي ده أنتوا تنورون. إجي على إتقان وشوف الحلاوة تبقى إتقان والفن اللي عم تعمله إتقان. الفرق الرهيب اللي بين الزيارة اللي فاتت والزيارة دي. أيوة والله. جماعة خير. إحنا ما شاء الله إتقان. جينا عليهم السنة الماضية كانوا في غرفة صغيرة في اللي هو ماس دالاس. ماس دالاس. وجيناهم هلأ تقريباً 6 شهور وهلأ جينا ما شاء الله تطور رهيب. ما شاء الله. تعالوا نورجيكم إتقان وحلاوة إتقان وجمال إتقان. ويا ريت هالفكرة هي تعم في العالم كله بإذن الله. آخر تطورات من ساعة ما جيتوا الروبوت اللي الولاد صمموه السنة دي للمسابقة. أوكي. ده واحد من أفضل 20 روبوت على مستوى العالم حاليا. على مستوى العالم احنا بنتكلم في حوالي مقارنة ب 9000 10000 فرقة روبوتكس. ده من أفضل 20 حاليا ولسه الولاد شغالين على تطويره الحمد لله. إتقان ابتدت من حوالي 4-5 شهور. تجربة رائعة. قلنا هنكون أول فريق مسلم بالكامل من البنات. الروبوت وزنه 120 رطل، قيادة ذاتية، ليفل اوف بروجرامينج نفس اللي في المستويات بتاعت الشركات العالمية. بيبنوا روبوتات بالحجم اللي انت شايفه ده. الروبوتات هنا بيبقى عامل زي عربية تسلا صغيرة. اوكي. needs to identify object. لازم يتعرف على أجزاء، على الحاجات اللي موجودة في الفيلد لوحده. مفروض ان هو يعمل مهام on its own. المباراة اللي بيتلعب فيها الروبوت ده بتتلعب زي ملعب بحجم ملعب الباسكتبول وبيتفرج عليها حوالي 20,000 واحد. فخدنا حوالي 20 بنت وبعدين شاركنا فيهم في بطولة شمال تكساس من شهرين فات، حققوا المركز الأول. ما شاء الله. ممكن تقعد تكلم غير المسلمين عن قد ايه الإسلام مش عائق للمرأة أو إن هو بيقيدها. احنا قررنا إن احنا ما نضيعش وقت في الاتجاه ده، احنا بنوريه بشكل عملي، احنا بنحاول إن احنا نوضح اللي المسلمين يقدروا يعملوه. لأنه نحن عندنا خبرات رهيبة جدا في أمريكا، خبرات عربية، خبرات مسلمة موجودة هون. بالضبط كده. نستفاد منها ونعلمها الجيل الجديد. بالضبط كده. لما البنات بتوعنا خدوا الروبوت ده وشاركوا بيه في أول مسابقاتهم كل الفرق العالمية بقت تبص لهم وانتوا ايه ده؟ At the end of the day وهم بيتصوروا بعلم البطولة بعد ما كسبوها they earn the respect. احترام كل الفرق. خلاص الناس دلوقتي ما بقتش بقى ايه شايفه حجابهم، ما بقتش شايفه نقابهم، بقت شايفه what's come behind that. لما كنت عندنا كنا في حوالي 19 مركز اسلامي. صح. ده الكلام ده من 8 اشهر. نعم. احنا حاليا في 35 مركز. ما شاء الله. خلال 8 شهور يا جماعه الخير. احنا لو استمرينا بالمعدل ده باذن الله في غضون سنين قصيره هتبقى حركه تنهض بالمجتمع المسلم في امريكا وخارج امريكا كده كمان باذن الله. دي خدمة احنا دلوقتي بقى ايه بناخد موضوع روبوتكس ده مجرد دخلة عشان الولاد يبتدوا يقدموا خدمات للمجتمع اللي حواليهم. فاحنا دلوقتي الولاد بتوعنا الحمد لله بقوا بيبنوا افضل روبوتات في العالم. اوكي. فنيجي نقول لهم ايه طيب احنا ازاي نقدم الخدمة دي الناس اللي محتاجينها. فمين الناس اللي محتاجينها؟ الولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. ما يقدرش يجيب عربية من عربيات الاطفال اللي بالكهرباء ويسوقها مثلا. فاحنا بنيجي نتعرف على الحالات اللي زي دي، الولد ايه اللي بيعاني منه بالظبط، ايه المشاكل اللي عنده، وبعدين بنروح نجيب العربية من الماركت
وبنبتدي نضيف لها ما يمكن الولد ده من قيادتها بسهوله. مشروع انت مش عايز اقول لك يعني البسمه اللي تتحط على الولاد لما بيسوقوا العربيه زيهم زي اقرانهم الطبيعيين، يعني ربنا يبارك للشباب دول. وانت هيك علمتهم انه الشيء اللي انت تعلمته بتطبقه لفائده المجتمع. احد اهم العناصر في البرنامج بتاعنا ان احنا بنزرع الاعتزاز بالهويه من سن صغير خالص. طبعا القضيه الفلسطينيه دي يو نو لايك كورنر بيس عندنا كلنا كعرب وكمسلمين. صح. تفرق كبير قوي انك انت ترفع علم فلسطين في مظاهره في الشارع وانت محدش عارف انت مين ولا بتعمل ايه، وانك انت ترفعه وانت بتحقق بطوله كاس عالم، بطوله كاس عالم رباطك، وانت بتقدم خدمه محدش بيقدمها للمجتمع اللي حواليك. صح. في نفس الوقت بنفهمهم ان انت اول ما هتحمل هويتك الاسلاميه وهويتك العربيه ويتقدمها في المحافل الدوليه ده بيجي بمسؤوليه على عاتقك، انك انت افعالك بتمثل العرب والمسلمين دلوقتي. صحيح. تفوقك بيمثل العرب والمسلمين، والحمد لله ده له تاثير مش عايز اقول لك عامل ازاي في معاملة أو في فكر غير المسلمين على المجتمع المسلم هنا في دالاس. المير أو عمدة مدينة بلينو كان عندنا هنا، جه زارنا في أحد الدوريات اللي نظمناها، كان في عندنا حوالي 11 فريق أغلبهم فرق غير مسلمة، فجي واتفرج على المجهود اللي احنا عاملينه والخدمة المجتمعية اللي احنا بنعملها لذوي الاحتياجات الخاصة، وزي ان فرقنا بقت بتحط اسم مدينته على المحافل الدولية. يا سلام. الراجل انبهر، الراجل قالك انا ما كنتش متخيل ان الطاقات اللي في المجتمع المسلم في المدينة بتاعتي وصلت للمستوى ده، انا فخور بيكم جدا. دلوقتي بنبتدي نكون شراكة ما بيننا وما بين المدينة بتاعته، ان احنا حتى نشارك التجربة بتاعتنا مع غير المسلمين في المدارس العامة بحيث ان احنا نرفعهم لمستواهم. وانت ما عندك مشكلة تشارك المعلومة مع كل الناس؟ لا طبعا، المسلمين والعرب في العموم مفروض يكونوا الريح الحلو اللي يبقى في المكان اللي يكونوا موجودين فيه، كنا عليه في السابق وده اللي مفروض ان احنا نرجعه دلوقتي. بص حواليك، مين غير المسلمين وغير العرب يقضي الوقت ده مع اولاده في ويك اند؟ مين غير المسلمين وغير العرب الفكرة حلوة يبذل المجهود ده؟ ثروة تحت ايدينا، محتاجين نظهر الجانب ده لغير المسلمين ونرفع من شأن اولادنا، وفي نفس الوقت نوري المجتمع الغير المسلم ان لا، ده انت وجود مجتمع مسلم حواليك ده دي حاجة فيها فوائد كتير لي. فاحنا ان شاء الله التجربة دي احنا عايزين ننقلها دلوقتي لكل مكان في تجمع كبير للمسلمين، لان والله كتير من غير المسلمين لما يجي المقر الرئيسي بتاع اتقان او يروح لاي شابتر دلوقتي سمعة المسلمين اللي هو اللي بتجيله من خلال تعامله معانا ان دول اكتر ناس ودودين، دول اكتر ناس يساعدوك لو عندك مشكلة، دول اكتر ناس مضيافين. لما بيجوا هنا يا عمي احنا بنأكل الناس كلها، عارف انت الكرم بتاع العرب. احيائنا امان. احيائنا اللي نسكن فيها عادة امن. وافضل تفوق وسط الشباب في امريكا هنا هو العرب والمسلمين. ليه؟ لان الاهالي حاطين فيهم مجهود خرافي. فاحنا بناخد الطاقة دي ونحولها او نترجمها لعزة تظهر اللي المسلمين عليه ان شاء الله. أبنائك هون مشاركين؟ أنا بنتي هون، نعم. ما شاء الله. شو الشيء اللي أنت لمسته هون في إتقان؟ إحنا كعرب ومسلمين بشكل عام لما نزرع بولادنا إنه روح تعلم وخذ لك وظيفة وكل شيء بيكون تمام، لا مش راح تكون تمام. الكتاب يعني غير الواقع، خلينا نسميها. أيوة، بيجوا بيشتغلوا كله في مشاكل، كل يوم في مشكلة، وحتى لما بيكون الروبوت شغال وفي آخر لحظة وعملت أنت كل إشي عليك ممكن تصير مشكلة خفيفة وترجع تبدأ من الصفر يعني. هلو. فهاي العقلية إنه لا والله مش إنه كل شيء جاهز وأهلي مرتبين لي كل إشي، أنا لازم أشتغل لازم أتعامل. يعني أيوة معتنين. أنت هيك بتحطه حياة عملية مو نظريا، هو عمليا بمشاكلها بقصصها ونعلمه كيف يفكر تمام وكيف يحل المشكلة تمام. معنا هنا جوهرة ليها كثير من الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على الإنجازات اللي إتقان عملتها، كارنيجي ميلون يونيفرسيتي، وهو الهيد كوتش أو المدرب الرئيسي بتاع البرمجة بتاعت الروبوتات بتاعتها. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا، كيفك؟ شو هالمقدمة الجميلة هي عنا؟ يا أهلا ويا سهلا. الحمد لله. قديش صار لك؟ How long have you been here؟ قديش صار لك؟ 5 سنين. 5 سنين ما شاء الله تبارك الله. وهالنموذج هذا الجميل اللي أنتم عم تعلموا الأطفال الصغار coding programming and everything، كل شيء الاطفال اللي يعني بتربوا بتلاقيهم يعني بيعرفوا اشياء حتى الخريجين بيعرفوهاش،
يعني from motor development from programming in the Muslim community اللي هون عم بتعلموا أشياء يعني رح يتفوقوا على الجميع إن شاء الله أكم من كمان 10 سنين ما شاء الله الله يوفقكم. اليوم جايين على واحد من الأفرع من مؤسسة إتقان اللي هي بدأت من دالاس بس اليوم نحن في كاليفورنيا بالإسلاميك سوسايتي أوف أورنج كاونتي. تعالوا نورجيكم هذا الفرع وشو عم يساووا وشو إنجازاتهم وشو تحدياتهم وأيضاً شلون هن استفادوا من هذا البرنامج لأطفالهم. تفضلوا معنا. عليكم brother. الحمد لله good. Good to see you. Good to see you too. ما شاء الله تبارك الله. So in California. إتقان also is available. Yeah, alhamdulillah. ما شاء الله. When did you start here? Last 2023 season is when we started. Right when the season started, basically our teams like formed and we were able to acquire the funding from the Masjid ISOC. Okay. ISOC was very helpful for us. Yes. Even for this year, Masjid and the school. Both have given a lot of funding through the program and for the program basically. And mashallah, this is all community affair and we are doing whatever we can with the parents' support, children, and all of the volunteers. Everybody is a volunteer here. إتقان عشان نحقق الهدف النهضوي اللي احنا وراه احنا عايزين الخبرة من الأهالي عايزين الخبرة ناخدها من الأهالي نحطها في الولاد دايركتلي فما ينفعش ان انا اطلب منهم فلوس خالص. طب انتوا شلون بتجيبوا فلوس؟ المصاريف هناك بتبقى في 15,000 دولار 10,000 دولار ودي بتبقى بالسنة. في السنة. لا في السنة كلها فدي المركز الإسلامي أولا بيبقى قادر عليه مبلغ صغير تبرعات الإخوة من هنا أو هناك السبونسرشيب الجرانتس ان المركز الإسلامي يبتدي الموضوع المصاريف مش كبيره خالص أوكي. ان اتقان واقفه على ثغر انا ما اعرفش مؤسسه اسلاميه واقفه على الثغر ده بالمنظر اللي اتقان عاملاه النقطه اللي انا عايز ااكد عليها ان اتقان ما عندهاش مصاريف اداريه ما عندناش حد هنا في اتقان بياخد مرتب عشان يعلم الولاد كل الفلوس رايحه ناحيه المسابقه رسوم المسابقه القطع بتاعه الروبوت ايجار المكان اللي احنا موجودين فيه بس ما فيها رواتب مفيش حد بيشتغل في اتقان عشان ياخد فلوس احنا كلنا بنشتغل في اتقان لوجه الله سبحانه وتعالى وعشان اولادنا اكزاكتلي مركز اتقان في مدينه دالاس هو عباره عن مركز تعليم للروبوتات للشباب المسلم العربي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية فكرته جداً رائعة أنه هو بيجيب الخبرات العربية المسلمة الموجودة في أمريكا وبيقول لهم تعالوا جيبوا أولادكم لهون مجاناً مشان نعلمهم كيف صناعة الروبوتات المطلوب من الأهالي حكم أنه أنت هتجيب ابنك لهون أنك أنت تشارك على الأقل 5 ساعات تتعلم فيها الأولاد التانيين خبراتك يعني انت مثلا خبير في التسويق علمهم تسويق انت خبير في البرمجه علمهم برمجه انت خبير في الصناعه علمهم صناعه انت خبير اداره وبزنس تعال علم الاطفال اداره لانه هيك مؤسسه هي عباره عن تصميم وتصنيع وتسويق وايضا اداره الشغله الخامسه هي التربيه فبالتالي الشباب هذول اللي احنا عم نشوفهم هون بيبلشوا من 8 سنوات الى 18 سنه بتوقف مع طفل او شاب او فتاه صبيه عمرها 12 سنه او 14 سنه او احيانا 10 سنين بس واقف عم بيحكي معك بتحسه كانه هو مدير عام شركه سي او احنا حكينا مع شركه جوجل وتواصلنا معهم وقلنا لهم ليفل ثاني ببلشوا من الاطفال من عمر صغير جدا بيعلموهم ما يتطلبه هذا العصر اللي هو التكنولوجيا الروبوتات بسم الله ما شاء الله حققوا مراكز متقدمة جدا مركز أول مركز ثاني عم تحكي عالميا بتنافس مع شركات عم تضخ ملايين الدولارات مثل مثلا ناسا فريق تبع ناسا فريق إتقان تغلب عليهم في بطولة كأس العالم فبالتالي في فرصة جميلة جدا للناس كلياتها أي واحد حابب أنه هو يطبق هذا النموذج هو نموذج أنت بتقدر تطبقه في منطقتك إلى الآن بسم الله ما شاء الله واسمعوا هذا الرقم جيداً قدروا خلال 3 سنوات ينشئوا 35 مركز حول الولايات المتحدة الأمريكية كل مركز من المراكز صار عندها هي الموارد وصاروا هن يتشاركوا هذا بيعمل نتورك وشبكة علاقات رهيبة جداً إتقان هي شغلة رائعة مفيدة للناس إذا حابب أنت تفيد نفسك وتفيد ناسك وتفيد أسرتك وتفيد أطفالك أنه هن يكونوا ليدر بهي الكوميونيتي حول العالم يمكن لازم تفكر بالتكنولوجيا الموجودة اليوم لأنه الأمم بترتقي بالعلم وبالتكنولوجيا
السقف المتاح ملوش حدود. أسف الشديد كتير من المسلمين، كتير من العرب يقعدوا يفكروا في الحاجات اللي ملهمش سيطرة عليها. احنا يمكن حال الأمة دلوقتي مفيش في ايدينا كتير نعمله عشان ندفع الضرر عن المظلومين، بس اللي في ايدينا نعمله ان احنا نحضر الجيل اللي يقدر يدفع الضرر كمان 5-6 سنين من دلوقتي ما يوقع بنفس اللي احنا وقعنا فيه بإذن الله. ده في ايدينا، هذا بايدينا. لا تنسوا هيك كلمة بنقول لهم اخر شيء. يا هلا يا هلا بيكم. السلام عليكم.